قدم عصر اليوم وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صبر فضل بيانا صحفيا مكتبه نافيا فيه الإشاعات المتداولة في أوساط المجتمع والتي مفادها قطع ماهية الموظفين، مؤكدا سعي الوزارة الدؤوب للحوار مع النقابات العمالية للخروج من هذه الأزمة. في اليومين ده لاحظت في ونس على الناس ولا في الريزو سوسيو رمار في كلام هنا نجسين هنا ما هي هنا الفونكسيونير من هسه من جمعة الفات سوينا ملاقاة اثنين مع السنديكا لنناقشوا فيما يخص على ما هي هنا الفونكسيونير المسألة ريال مش ما تعرفوا سنة 2016 أزمة لبلدنا الهيغا جابت الحكومة تشيل قرار لتنقص اندمنيتي هنا الفونكسيونير من 50% بإفور ده كله كملنا 2016 فيما يخص المسألة ريال زيادة من 376 مليار يعني ريسورس الدوان غابسي الامبو غابسي كالليميتا كله ما يتم لنكفو فونكسيونير هنا إيتا و غاي نكفو فونكسيونير هنا إيتا أريري وايت اليوم ما في لكن المستشفيات ما شغالين باسكو ما عندهم دواء ما عندهم ماتريال الكولات ما شغالين هذيل باسكو المانيوال هنا سكولير ما في لاكري ما في المينيستير دول ما شغالين باسكو فورنيتير ما عندهم باسكو كونسومابل ما عندهم دونك الحاله دي يعني من الواجب نهتم مع كلنا كنادم شعب ولا كنادم جاي يخدم في الحكومه الشغل الاخر ده مزير هنا 50% في اندمنيتي ده ما لمسا الا 40% هنا الفونكسيونير دونك 60% هنا الفونكسيونير يعني ما كونتريبي في افور الكولكتيف ناس كله جابيسو لهذا السبب قلنا بور سنة الحسنة 2018 الموت هنا الريدكشن ده نخيرو بوركي ناس سوى افور في 2017 و 2016 ما دين الموسم يقودوا في حالهم الأول. وعن الإجراءات الجديدة التي تنوي الحكومة اتخاذها بعد أن تجري حوارا مع النقابات العمالية فقد صرح الوزير الدكتور عبد الله صبر بالحديث التالي. الناس 60% هنا أجان دو لتا الما كونتريبي أي نارم مش نارم كان جاي يغاني 20,000 يودر خم ولا ألف ولا ألفين نارم الجاي يغاني 40,000 ممكن يودر 2000 ولا 3,000 بروبوزيشن افردا انتنا للسنديكا قلنا نناقش فوقا لي نلحقوا هدف اثنين هدف الواحد ده اي نادم حسب قدرته اي اجان الايتا حسب قدره حقه هو يبارتيسيبي في افور على ناسيونال كله غانيسو ده هدف الواحد هدف الثاني نكملوا 2018 بمسألة ريال يقع أنقص من 354 مليار مالا كان ما نقصنا من 354 مليار بروغرام الاندينا مال FMI ما غاين رسبكتي كان ما رسبكتي كونسيكونس هكا شنو مساعدة الهسا غاي انتونا و غاي يسمع للحكومة تكفي فوقا ما هي انا الفونكسيونير مساعدة دا يجيف مساعدة دا كان ويجيف الفونكسيونير غروسو ما ناقز داكل ما بلغو سالير مرة يجا ما في أريري يزيد وده ما في مصلحة هنا البلد ما في مصلحة هنا الحكومة ما في مصلحة هنا الأجندة الإتا وما في مصلحة هنا هنا الشعب دونك حسا كله قرار ديفينيتيف كي حكومة شارطة ما في جاي نناقشو مع السنديكا لي نوجو في كومبرومي وايد يسمح لنا الهدف الاثنين ده كله نلحقو وفي أيام البجو نتيجة هنا النقاشات ده نخبرو للبيبليك للشعب بوركي هو كله يفهم من هنا نلقوا نتيجة كلام الناس جاي بورو ما تشرو قرار كان جاي حكومة يعلن لكم وما يلبي ده
إذا الرسالة واضحة من قبل وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صابر فضل.